تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين بتخبركم عنها إن شاء الله الدكتورة ندى الملا، وشي صبحت الله بالخير دكتورة ندى، ولكن خلونا نرحب بعد كذلك بفريق العمل معنا في التنسيق ميرا الخفلي صباح الخير، في الإخراج محمد الصفار من زمان وفيانا يا ريال سامحني علقنا شوية، محمد صفار يعود للبرنامج بعد قطاع طويل يعني انزين، وأيضا في إعداد هذه الحلقة كان معانا المبدع دايما يوسف سعد. صباحك الله بالخير دكتورة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الأحد اللي يحبه كل أحد. ذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب نحن ما نستقبل يعني آراءكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم أي شيء له علاقة بالقطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. صباح السعادة والتفاؤل من علي البقيش يقول إذاعة متميزة فعلا، إن شاء الله كل الموجودين فيها مبدعين مو بس نحن. شكرا لكم. اللي عنده أي ملاحظة يا جماعة ما للبث المباشر، نحن وقفنا الحين وما نستقبل ملاحظات الخاصة ببرنامج صحة وسعادة، لأن يعني لو طرشتوا لو هذا الجماعة يعني بيحاولون يعني يأخذون الملاحظات، ولكن غير عن وقت البرنامج أسهل لهم وأسرع لهم في التنفيذ. عموما دراستنا اليوم تقول اكتشاف جديد لداء السكري من النوع الأول. اكتشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين أن اللقاحات PCG قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول. تعرفين شو هذا PCG؟ مال السل. مال السل ها؟ زين. ديلي ميل البريطانية تقول أن الدراسة الأمريكية أثبتت أن اللقاح الذي يستخدم للوقاية من الإصابة بالسل يخفض مستويات السكر في الدم لدى مستخدميه، وتبين أن نسبة السكر في الدم للذين تلقوا هذا اللقاح اقتربت بعد 3 سنوات من اللقاح من مستوياتها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري. وتشير الأبحاث كان في أبحاث سابقة تشير إلى أن اللقاح المذكور يولد مواد تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، حيث من المعروف أن مرض السكر من النوع الأول يظهر عندما تتعرض البنكرياس للهجوم مما يمنعها من إنتاج الأنسولين. ويضيف البحث أن اللقاح قد يزيد من أيضا من امتصاص الخلايا للجلوكوز مما يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم. يعني دراسة تستحق واحد يقف عندها صراحة، لأن وايد مهمة دكتورة. يعني الـ إذا النتائج هذه 100% صح بالضبط، إذا تم إجراءها على عدد مناسب من المرضى وتم قياسها بطريقة صحيحة، وأعتقد على 3 سنوات أو 5 سنوات سووها. هو بطبيعة الحال يعني إذا تم نشرها في الديلي ميل البريطانية وأن هذه الدراسة يعني 3 سنوات يعني خذت فيها. يعني النتائج يعني واقعية وشافوها، لأنها منشورة في جريدة رسمية يعني. إنزين الحين أنا أبغي أعرف أنت شو رأيك، أنت كطبيبة زين شو رايك في هذا الموضوع؟ والله محمود
هل ممكن يكون هذا التفسير منطقي؟ ممكن. ترى في كثير من الأدوية تستخدم لغرض معين، ولكن بعد سنوات اكتشفوا أنها تفيد الناس طريقة أخرى. نفس دول السكر المعروف الناس تأخذ الحبوب اللي اكتشفوا أنه يساعد الناس وايد في إنزال الوزن بطريقة، يعني الناس ينزل عليه وزنها وهو مكتوب من العرض الجانبية، ولكن المريض يستفيد منه، يعني ينخفض سكره وينخفض مع وزنه. فهذا التطعيم اللي نعطل الناس للوقاية عشان يقيهم من مرض السل ممتاز، إذا هو فعلا راح يساعد على تقليل توليد الأجسام المناعية. طبعا السكري النوع الأول عبارة عن مرض مناعي، يعني خلايا الجسم تحارب نفسها، كريات الدموية البيضاء تحارب نفسها، وممكن في المستقبل ما دان هو مكتوب يمنع تولد خلايا مناعية، ممكن حتى أمراض مناعية الأخرى مثل الروماتيزم روماتويد أثرايتس، في وقت أمراض مناعية ممكن مع دراسات زيادة تكون يعني لها فوائد في منع خلق أو تكون خلايا مناعية. لأن مشكلة الأمراض المناعية هي في علاجها، لأن لما الجسم يحارب نفسه فأنت صعب أنك أنت تعالج المرض بطريقة سليمة، يكون في وايد العلاج يكون طويل ومتعب، ولكن مع تطعيم تكون هالنتائج صراحة محمود صراحة، يعني خصوصا أن النوع الأول يصيف بالعادة منه طبعا معظمهم الأطفال النوع صح. الأول مو بالكبار، النوع الثاني بالعادة يصيب الكبار، ولكن إذا استفادوا منه يعني حتى أنا شفت باقي دراسة في موقع الديلي ميل نفسه أن حتى كمية الإنسولين بيحتاجها بتقل وايد مع مرور الزمن. فوالله صراحة يعني هنيئا لمرضى السكر، أن ما شاء الله العلم يتطور بسرعة محموم. يعني والله أنا ما استبعد دكتورة يعني في القريب العاجل، حتى مو بالآجل القريب العاجل ممكن نجد يعني حل جذري لمرض السكر إن شاء الله. بالضبط بالضبط، نفس الإنفلونزا في الخمسينات كانت تقتل الناس كانت تموت، يعني الإنفلونزا كان عندها مرض صعب على علاجه، ولكن ما شاء الله الحمد لله بفضل من الله الحين الزكام يجي ويروح الناس تعيش حياتها. فتوقع في السنوات القادمة بنشوف إن حتى الأمراض المستعصية ممكن بحبة تأخذها أو زراعة خلايا جذعية والناس أو بترد تعيش حياتها بطريقة أنا طبيعية. قريت بعض الدراسات دكتورة إن هنالك أصلا في علاج جذري لمرض السكري، ولكن ما تم الإعلان عنه لأن ما يعني يتأكدون إن ممكن إنه يكون خلاص متوفر متوفر، حتى ممكن أن يوفرونه بشكل تجاري يعني أنه يكون في متناول الجميع إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ما أبغي أفتي من الحين، لا تأخذون كلامي على محمل الجد 100%، ولكن ودائما في دراسات في المختبرات موجودة محمود، ولكن ما تطلع تعرفون أن أنت يا مدول على مرضى السكري يعني يصيب شريحة كبيرة من الناس وتقول أنا عندي علاج، مع أن تبني عليه آمال وفي ناس توقف أدويتها وفي ناس تسعى وراء الدواء، فيبغوا يتأكدون 100%. هي أنت تعرفين عالم الأدوية يمكن أكثر تجارة عالميا تدخل فلوس هي تجارة الأدوية أكثر من أي شيء ثاني. عشان شي المسألة يا جماعة الخير وايد مهمة، فيها لا أبحاث، في ناس يعني يستثمرون في هذا المجال بشكل كبير، فإن شاء الله يا رب نحن نوصل في دولة الإمارات مستويات متقدمة أن نحن ندخل في مثل هذا السوق العالمي نحو الأبحاث، نحن إيجاد مثل قاعدة قوية لصناعة الأدوية، لأن هي صناعة مهمة جدا، ويعني إن شاء الله بتوفر على البشرية شكل. ومحمود تعرف لو احنا صنعنا ادويتنا بنفسنا فيكون ادويتنا مناسبه لنا كشعب، يعني تعرف لان اجسامنا المختلفه حسب العرق، يعني العرق الاسيوي، العرق الاوروبي، العرق الامريكي، العرق الافريقي، كلنا نختلف، ولكن لما تصنع الدواء في بلدك نفسه معناه انا افهم الدول اللي تتفاعل مع العرق اللي هو الخليجي، العرق العربي بشكل عام، فيكون حتى الادويه افضل. طبعا في المستقبل قلنا هالكلام قبل في الصحه وسعاده، ما راح يكون اسمه حبه لكل الناس، انا عندي ضغط وعشرة معي عندهم ضغط كلنا راح ناخذ نفس الحبه، لا يستوي حتى الدواء كاستمايز لك انت، يعني لجسمك للحبك هي حسب جيناتك، فما في حبه للجميع. فان شاء الله ان شاء الله نوصل يعني قفزات هي تستوي ما شاء الله. التركيز اصلا في العلاج دكتوره دائما يركزون على مساله ان الوقايه خير من العلاج. بالضبط. يعني حتى الرعايه الصحيه اللي بتقدم اصلا ومتوجهين نحن فيها في هيئه الصحه بدبي ان نحاول نجد قدر الإمكان نمط الحياة الصحي. بالضبط. للمجتمع. بالضبط. التركيز على الجينات، التركيز على الأبحاث في علم الجينات، هذه كلها مسائل ضرورية جدا على أساس أن نوجد مثل قاعدة بيانات قوية مثل ما ذكرتي دكتورة، نقدر من خلالها أن نصل بالفرد. بالضبط. إلى
أفضل مستويات الصحة العامة اللي ممكن يعيشها. بالضبط، وأنه يعيش أفضل حياة. هدف الصحة دائما والكشف المبكر اللي نقدم لكم يا هدف دائما أن الواحد يعيش أفضل حياة لأطول مدة ممكنة. إحنا كلنا نبغى نوصل عمر 80 وإحنا بصحة وعافية، نقدر نمشي نقدر نتحرك، صحتنا بشكل عام. وإحنا دائما هدفنا في الطب دائما نقول شو اللايف ستايل، وأن الإنسان يقدر يقوم بعمله بنفسه، يعني يقدر يروح مثلا يسوق، يروح يرد، يدخل حمام، يبدل ثيابه. كل هذه احنا نركز عليه لما نقول لكم الوقايه خير من العلاج. اكشفوا، اتبعوا قواعد الكشف المبكر، تابعوا في العيادات اذا عندكم اعراض تعالوا العياده، لان ممكن عرض بسيط انت تهمله بعدين يتطور. فالكشف المبكر دائما استثمار في صحتكم انتم. عادي لا تقولون انا امس كنت عند الدكتور وقال لي كل بخير ولكن اليوم طلع عندي عرض جديد، ما عليه، توجه الى الطبيب، يطمنك الطبيب ولا تترك العرض وتتفاقم عندك المشكله. يعني زرعوني يسأل المواد الكيميائية أقل في الأدوية، أقل تركيبة وتركيز. ما فهم شو سؤالك، يعني ممكن توضح لي سؤالك؟ هل هو يسأل ولا هو يقول أو تعليق؟ يمكن ممكن، ما أعرف. طيب عموما ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله عندنا العديد من المواضيع، وأيضا خبركم عندنا اليوم بعد موضوع كذلك شيق، ما نتكلم عن يعني ان صحة دبي ان شاء الله بتكون على اعلى قمة اوروبية، كيف شو الموضوع هذا؟ يمكن عقب الفاصل هذا ولا الفاصل الثاني ما نشوف نحن ان شاء الله متى ما نخبركم عن هذا الموضوع، ولكن ابقوا معنا على السمع ان ساعة وياكم موجودين المعلومة الصحية، وايضا ان شاء الله ما نخبركم عن الكثير من الانشطة والفعاليات في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414 ورسالة النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. لحقتك قبل حسيتك أنت بتقول يعني فأنا ريلاكس قاسة الصوت. زين، عموما مستمعينا نحن مستمرين معاكم إن شاء الله عبر هذه الساعة الإذاعية اللي نتمناها إن شاء الله نصل من خلالها معاكم إلى نمط الحياة الصحي والسليم. ونمط الحياة الصحي والسليم يعني نتحدث عن كل موسم بموسم. نحن جايين على موسم الصيف. أيوة. موسم الصيف فيه يعني وايد عادات خاطئة قاعدين نسويها، وأيضا في شغلة وايد مهمة أن الناس يتوجهون إلى البحر والشاطئ، وفي حد يتشمس وحد ما يتشمس. أيوة. وحد يعني ممكن هذه العادات وهذه الشغلات تأثر بشكل سيء على بشرة وجلد الإنسان. بالضبط. معانا عبر الهاتف دكتور أنور الحمادي، مدير مركز دبي. ليش تضحكين؟ للأمراض الجلدية. ليش تضحكين بس؟ لا أبغى أساعدك لأني مدير مركز دبي للأمراض الجلدية. مرحبا دكتور، صبحك الله بالخير. عوزتنا ربيعتك، لعوزتنا دكتور، مو مخلتنا نقدم البرنامج شي. صباح الخير دكتور أنور جاري، صباح سعادة. مرحبا دكتور. الصيف دائما نقول هلا بالخميس، هالمرة أنا بقول هلا بالأحد. يا سلام. عجبني أمس بوست منزلينا الصحة، صراحة بوست جميل، اللي هو الطاقة الإيجابية. دائما أن السلبية تكون بالأحد ويوم بداية أسبوع والكل مزاجه متعكر، لا بالعكس، احنا نبغى نقول هلا بالأحد وما نقول هلا بالخميس. اللي يحبه كل أحد، كل أحد نقول هالجملة، لأن هالأحد مفروض كل أحد. لازم دكتور، الصيف قرب والسفر حان طاري. زين، الناس يتوجهون على الشواطئ، والناس يعني بدأ موسم بين قوسين التان. زين، ففي خطوات كثيرة الواحد ممكن أنه يسويها لأنه يعني يحافظ على بشرته في فصل الصيف، يعني ياخذ تان بشكل صحي. يعني ما في تان بشكل صحي دكتور؟ في، هو بشكل عام طبعا نقول يعني عامة الناس استمتعوا بالصيف وقيضوا معنا مثل ما نقول. بالعكس الحمد لله عندنا شواطئ ممتازة، شواطئ نظيفة، فيه كل التسهيلات اللي فعلا الواحد يقدر يستمتع، خاصة نقول اللي ما بيسافرون. لكن دائما الفكرة في اختيار الوقت المناسب، المكان المناسب، اتباع العادات الصحية بحيث أن الواحد يتجنب المشاكل اللي ممكن تنتج طبعا من الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة. طبعا مثل ما تعرفون احنا الحمد
الحمد لله عندنا يعني الشمس على مدار السنة مش فقط في فترة الصيف، وأكيد فترة الصيف درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا، لذلك لازم يكون الواحد حذر، خاصة هذا طبعا هذا التحرير أكثر لبشراتهم تكون فاتحة، يمكن البشرات الداكنة يعني الأوروبية دكتور قصدك الفاتحة؟ نعم الأوروبية الأوروبية يعني هاي دائما احنا نقول لكل المقيمين عندنا في دولة الإمارات احنا نخاف عليهم، لذلك نقول لهم استمتعوا، ما نبغي أي حد أو أي سائح الإمارات تكون تجربته تجربة جميلة وتجربة بدون أي مشاكل صحية. وهاي طبعا النصيحة مش فقط للشواطئ كذلك للحدائق المائية، للأسف أحيانا تمر علينا حالات يعني سواء كان أطفال أو كبار يصابون بحروق أو ضربات شمس، والسبب طبعا أكيد المكوث تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. ربما البعض عند الحمد لله عند الوعي من استخدام يعني كريمات الوقاية من أشعة الشمس، لكن تلاقينا أنه قاعد مثلا 6 ساعات تحت أشعة الشمس واستخدم الواقي قبل ما يروح، والواقي أصلا مفعولة بعد تقريبا 1.5 ساعة خاصة مع الألعاب المائية الواقي مفعولة يختفي، لذلك لابد من إعادة الاستعمال. النقطة الثانية الجلوس تحت المظلات، اختيار الوقت المناسب، يعني الساعة 12 الظهر الواحد بيروح البحر أكيد بينصلخ وبيحترق، لذلك يعني لابد من اختيار الوقت الصحيح. بالنسبة متى الوقت الصحيح دكتور؟ احنا كأطباء جلدية دائما نحذر من التان، سواء كان التان من أشعة الشمس أو طبعا الأدهى والأمر تان إمبد، هل بسألك عنه دكتور عقب تانين الشمس؟ نعم، وهذا طبعا ثبت علميا وفي تحذيرات كثيرة من منظمات مختلفة أن نسبة الإصابة بسرطان الجلد ارتفاع كبير جدا مع هؤلاء اللي يتعرضون للتانينج خاصة من أجهزة التسمير. فلذلك هذه طبعا رسالة توعوية، أرجوكم يعني ابتعدوا عن مثل هذه الأجهزة. ودائما أقول اللي يعني خاطرة إنه شوية ها شوي جلده يتصبغ، يعني في أمور ربما تكون يعني آمن، على سبيل المثال التانينج سبريز، في تانينج سبريز فعلا آمن جدا وسبري ويقعد أسبوعين ويروح ولا شمس ولا غيره، يعني اختياري لا شمس ولا انه واحد يضر نفسه طالما انه لا ما يكون عنده تحسس من التانك لوشن. يعني هذا صحيح. سامحيني دكتور انت قلت الوقت المناسب، متى الوقت المناسب الواحد يروح في البحر؟ هو الوقت يعني الابتعاد عن ساعات الذروه، يعني بشكل عام ممكن نقدر من 11 الى 1 مثلا، من 10 الى 3 صحيح. احنا الذره من 10 الى 3 محمود، مو من حزه البحر، حزه الشمس الناس قاعد، بس يعني لازم الواحد يختار الوقت اللي هو يكون اول شيء تجلس تحت الظله، تجلس تحت الظله تاخذ لك هذا الهات الحلو العريض اللي يعطيك ظله بعد فوق، وتاخذ لك هالسبراي اللي شوي يبرد على نفسك، وتاخذ لك السوائل اللي شويه تسرسح مثل ما نقول، يعني هاي كلها اشياء صراحه تهدي وتخفف من ضربات الشمس من حروق الشمس. للاسف احيانا نلاقي صراحه يعني اشياء تكون محسنه فعلا الجلد تلاقيه يتقشر بطبقات، واذا هي انا ما اتكلم طبعا الحين ككلام اخوف المستمعين، لكن هذا واقع، نسبه الاصابه بسرطان الجلد خاصه نتكلم عن البشرات الفاتحه، البشرات اللي تصاب بحروق في مرحلة الصغر هؤلاء يكونون عرضة أكثر لإصابة سرطانات الجلد. لذلك يعني هذا جسمكم حافظوا عليه، الجسم في نفس الميموري كارد، نفس الميموري كارد ممكن بعد سنوات يتعرف ويقول ها هذا الجسم أصيب بحروق شمس، يعني من هو المعرض أكثر لسرطانات الجلد؟ هؤلاء اللي تعرضوا لحروق في مرحلة الصغر، فهؤلاء معرضين طبعا أكثر لحروق لسرطانات الجلد، لذلك يجب الحذر. صحيح دكتور أنور، غير الحروق شو المخاطر الثانية، الحروق والسرطانات اللي ممكن تينا؟ طبعا تكلمت عن التجاعيد، سرعة يعني تأثيرات على البشرة غير الحروق، يعني احنا نقول لهؤلاء اللي مو مفتكرين اللي مو مفتكرين في يعني الحروق او السرطان الجلد. طبعا الصبغات الجلدية، الصبغات الجلدية اكيد تزيد بعد مع التعرض الطويل لأشعة الشمس، التجاعيد تبين اسرع عند هؤلاء اللي يتعرضون لأشعة الشمس، فلذلك لابد من الحذر. بالضبط. طيب دكتور، بالنسبة اللي يحطون عطور ومكياج ويطلعون يعني على الشمس، يعني هذه بعد أكيد لها تأثيرات سلبية. نعم، الصبغات الجلدية تكون أكثر مع يعني عندنا حالة طبية معروفة، الواحد لما يرش عطر ويتعرض للشمس المنطقة اللي تم رش العطر فيها ممكنها تتصبغ. كذلك هؤلاء بعد اللي مثلا يعني بعض الأشياء التلامسية لما تتعرض مع أشعة الشمس، الأدوية، حالات كثيرة من الأدوية اللي يأخذون بعض الأدوية نسبة الإصابة بالحروق أو يعني التحسس من أشعة الشمس تكون أكثر بكثير، فهؤلاء لازم يكونون حذرين
من التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس. وللعلم ترى البعض يقول أوكي أنا بحط الواقي واقي الشمس وبطلع، ترى الواقي ما يحمي 100% حتى لو كان مكتوب عليه 100%. الواقي يحمي مينلي من الأشعة فوق البنفسجية النوع البي، لكن ما زال النوع الاي يصل الجلد، وهذا قد يؤدي طبعا لشيخوخة الجلد. حتى احنا دائما نقول UVA الاي فور ايجينج يعني شيخوخة الجلد المبكرة، البي UVB هي المسؤولة عن حروق الشمس، البي البرن بالضبط. دكتور كلها اشياء صراحة تسبب ضرر كبير في الجلد. دكتور في بعض الكريمات يحطونها على الجلد عشان الرطوبة وما ادري كذا، هل هذه شغلة زينة ولا يعني ممكن انها تسد مسام الجلد وممكن تؤدي إلى بعض الالتهابات؟ يعني كريمات الترطيب دائما ننصح فيها، يعني كريمات جيدة. يعني حتى الحين قبل ما ندخل في الهواء كان عندي أمي أبي ولدت دكتور إحنا بنسير البحر وولدت عندي أكزيما وأنت شو رأيك؟ قلت بالعكس زين خليه يستأنس البحر، لكن النصائح طبعا حط المرطب بعد ما يطلع من البحر مباشرة لازم يغسل الجسم بماء يكون ماء عادي ماء حلو، على أساس إنه يعني أحيانا بعض البشرات تتحسس من الماء المالح، وهذا الكلام كذلك ينطبق على حمامات السباحة اللي يكون فيها نسبة عالية من الكلور. الترطيب مباشرة أفضل وقت للترطيب بعد الاستحمام بحيث أن المرطب يفضل على الجلد. وكذلك هذه نصيحة، يعني البعض يقول هل ماء البحر مفيد للي يعانون مثلا من الإكزيما؟ يعني ما أقدر أخليه كقاعدة عامة. نعم بعض الناس الماء المالح ينشف لهم بعض الجروح، والبعض للأسف الماء المالح يهيج الجلد بشكل كبير، فهي بالمراقبة طبعا. بالضبط. دكتور أنور، الناس دائما لما تقولهم واقي ما الشمس بس هي على بالهم لوشن الجلد، لكن مثلا ينسون مثلا أهمية الشعر، فروة الرأس، الشفايف، في بعد في واقي للشمس خاص أصلا للشفايف، فشو أهمية الواحد يستخدمه؟ والوقاية احنا ما نبغي نبالغ في الوقاية، لكن الوقاية يعني احنا نتكلم عن نوعين من البشرات، للبشرات الداكنة للحماية من التصبغات الجلدية، وللبشرات الفاتحة لأنهم عرضة أكثر للسرطانات الجلد. لذلك كل البشرات نقدر نقول يعني مطالبين باستخدام الوقاية من أشعة الشمس بالنسبة اللي يعني تناسب ظروف بشرتهم. والحمد لله حاليا عندنا بعد اختيارات كثيرة، عندنا الواقي اللي على شكل سبري، عندنا الواقي على شكل ماست، عندنا الواقي يعني كل واحد وهو رغباته، وخاصة اللي يعانون مثلا من حب الشباب ما يبغون الواقي اللي يزيت بشكل كبير، بعد توجد اختيارات يعني تناسب رغباتهم. طيب دكتور، يعني في الصيف الواحد بطبيعة الحال يعني نحن جونا لازم تعرق، يعني شو ما كان خاصة الرطوبة ما رطوبة وكذا، الآن نوعية الملابس أكيد راح تأثر على الجلد أيضا دكتور، حتى الصابون اللي نستخدمه، في حد يستخدم الليفة هل هي زينة مو بزينة حق الجلد، يعني كل هذه الأمور نبغي نطرق لها على عجالة دكتور. نعم، هو طبعا كعناية يعتمد على طبيعة البشرة، هل الشخص أول شيء يعاني من أي مشاكل جلدية؟ اللي يعاني من مشاكل جلدية لابد من استخدام أدواته الخاصة، نبتعد عن الصابون المعطر، نبتعد عن الشامبو اللي كذلك ممكن يثير فروة الرأس، فلذلك استعمال الأدوات الشخصية. وهذه كذلك الرسالة اللي يسافرون بعض الناس يوم تسافر، تعرف الحين يعني أكيد صعب إن عند البعض يستصعب إنه يشيل الشامبو ولا الصابون الخاص فيه، يستخدم شامبو الفنادق ولا صابون الفنادق. وللأسف للي يعانون من مشاكل جلدية يعني تلاقي ممكن أحيانا بعض شامبوهات الفنادق تهيج، تكون معطرة يعني بزيادة دكتور، يعني كمية العطور فيها تكون عالية عشان الناس تحبها يعني، ولكن أبدا يعني تهيج الجلد فعلا أكثر ما تهيج. على هذا الطاري خليني أعطيكم إذا عندكم الوقت يسمح بدقيقة أن أخبركم عن قصة واحد من السعوديين، أحبتنا السعوديين يجين العيادة وكان يقول دكتور أنا أحب دبي، لكن للأسف لاحظت الفترة الأخيرة كل ما يجي دبي الحالة تتهيج عندي كأكزيما. قلت بالعكس دبي يعني الحمد لله المفروض أن أمورك كلها تكون تمام. قال أنا مستأنس نفسيا لكن عندي الأكزيما تتهيج كل ما يجي دبي. قلت بالعكس يعني كرطوبة عندنا وهذا المفروض أن الوضع يكون أفضل. عرفنا طبعا السبب شو ليش كل كانت الأكزيما تتهيج عند دبي، لأن كل ما يجي قاعد في الفندق نعم من شامبو وصابون الفندق المعطر، وطبعا لما يكون هناك عنده صاص الشامبو ماله والصابون هذا. فقلت له خلاص يوم تيجي الفندق يجيب أدواتك وخلهم يخصمون لك من الغرفة، يخصمون لك خصم لأنك أنت بتستخدم الشامبو والصابو مالك، ما يسوون خصم. هذه رسالة اللي يعانون من الإكزيما لازم. دكتور هني أم مروان تقول عفوا دكتور أنا ملاحظة أن ماء البحر يسبب الجفاف. دكتور أنت قلت أنه ممكن يسبب شيء وشيء. آخر سؤال دكتور، ديودرن أو مزيل العرق
زين هذا شو سالفته الحين؟ احد منهم يقول ممكن يؤدي الى سرطان الجلد، حد يقول لا، حد يعني وايد امور، شو الصح في هذا الموضوع؟ هو طبعا كان في احد الدراسات قديمه، ودراسات من الدراسات القديمه بينت ان قد يكون هناك علاقه بين ماده الالمنيوم كلورايد، كلوريد الالمنيوم، والاصابه بسرطان الثدي. لكن معهد يعني الاورام الامريكيه نفى هذه العلاقه، ولا توجد اي علاقه بين يعني الألمونيوم كلورايد، مادة الألمونيوم كلورايد اللي هي معروفة أنها تثبط إفراز العرق. لذلك أقول لكل المستمعين اطمنوا، ما توجد أي محاذير يعني محددة، لكن دائما استعمال سواء شو ما كان يكون بحذر بدون مبالغة، بدون يعني بعض الناس تبالغ تلاقي يستخدم هذا الأنتي بيرسونات أو مزيل العرق يمكن 10 مرات في اليوم، لا ما له داعي. مزيل العرق للعلم أفضل وقت لاستعمال، إحنا لازم نفرق بين مزيل العرق والمعطر أو الديودرانت اللي فيه رائحة. فمزيل العرق أفضل وقت لاستعماله بالليل، بالليل بحيث أن الجسم يوم يكون هادي ما يكون الإفراز بشكل كبير، فيعطينا الأفكت على طول اليوم. أما الرائحة هذا طبعا إذا كان الشخص ما يتحسس وما عنده أي مشاكل جلدية أو إكزيما تلامسية فما في ضرر من استعماله. وفي بعض أنواع مزيلات العرق تكون مزيل العرق زائد معطر، لذلك ما في داعي يعني المبالغة في هذا الشيء، إلا إذا كان الشخص يتحسس من هذه المادة، هذا طبعا موضوع ثاني والطبيب ممكن يعطيه بدائل أخرى تكون آمنة. طيب دكتور، هني في سؤال يقول السلام عليكم، ما هو علاج التصبغ في الوجه؟ وبعدين طرشت مسج أو طرش مسج يقول تم نصحي بذكر بايلوما ثم تريلوما، ما بغيت أقول برودكت أنا عموما يلا قالت. هو طبعا يعتمد على سبب التصبغ، دائما لأي حالة لابد من معرفة التشخيص بعد ذلك اختيار العلاج الأنسب. على سبيل المثال إذا كان هاي خاصة نشوفه عند الشباب، تلاقي ليل نهار برا، أو ممكن يكون طبيعة عملها تكون في الشمس، لا يستخدم واقي شمس، فهذا شو ما بعطيه من كريمات تفتيح أكيد ما راح يفيده هذا الشيء، لأنه ما قاعد يستخدم الوقاية. لكن في المقابل اللي يعانون مثلا من الكلف، والكلف يمكن نشوفها في النساء أكثر من مع الحمل، مع استخدام بعض الموانع الحمل، وممكن نلاقيه في نسبة بسيطة في الرجال، فهؤلاء طبعا يحتاجون أكيد واقي الشمس لابتعاد عن السبب، وفي بعض كريمات التفتيح اللي تساعد في التخفيف. فلذلك نقول للأخ السائل العلاج بعلاج السبب، استعمال واقي الشمس وبعض كريمات التفتيح اللي يجب يكون استعمالها بحذر، لأن بعض الكريمات والكريم المذكور يحتوي على نسبة من الكورتيزون، لذلك المفروض أنه ما يستخدم لفترة طويلة ويجب أن يكون بإشراف طبي. كلمة أخيرة دكتور قبل ما نختم معاك، نصيحة أبغى توجهها؟ أقول عامة الناس استمتعوا بالصيف وأجواءنا الحمد لله أجواء حلوة، ومش شرط أن الواحد يسافر خارج الدولة عشان يستمتع، عندنا شواطئ حلوة ومختلف الإمارات يعني، ونقول لهم نوعوا واخذوا لكم جولة داخلية. وكذلك أتمنى بعد شوي من فنادقنا اللي في البلاد لا يبالغون في الأسعار، خلوا الناس صدق دكتور صدق لا فضفوك يعني، خلوهم يستمتعون يعني، إحنا مثل ما يقولون الأقربون أولى بالمعروف، نحن الموجودين هي في البلاد سووا لهم بالعكس سووا لهم خصومات، خلوهم يستمتعون. إحنا دائما نحث كأطباء نحث على بديتوا أنتم بالمقدمة نمط الحياة الصحي، نمط الحياة الصحي لما يطلعون البحر يطلعون يمارسون نشاطات رياضية، هذا الشيء صراحة شيء جدا مفيد، وبالعكس راح يعني يشجع أن الواحد يتحرك على طول. لذلك أتمنى لهم صيف جميل ومفيد سواء كانوا في داخل الدولة أو خارج الدولة. شكلك يا لس في الصيف ما بتسافر دكتور. مرابط أنا والدكتور أنوار. الله يعينك، جزاك الله خير دكتور أنوار الحمادي مدير مركز دبي للأمراض الجلدية، كان معنا عبر الهاتف. ما نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل من نستضيف طبيبتين مغامرات. زين ما تكلم عن موضوع جميل، لأن الهيئة يعني تقدم دعمها في مختلف المجالات، هذا مجال جديد يعني ما سمعنا أنه في دائرة أو في مؤسسة قاعدة تدعم بهذا الشكل. فخلونا نتعرف على هذا الموضوع بعد الفاصل. عنوانه هو صحة دبي على أعلى قمة أوروبية، كيف؟ بعد الفاصل ما نعرف. صحة وسعادة،
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. تعرفوا طبعا شو استوى، المفروض كان محمود يبتدي بس قال لي انت ابتدي، يعني اعطاني البريفليج ان ابتدي. شكرا محمود. اذكركم برقم التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب، تعكس هيئة الصحة بدبي من خلال مسؤوليها وموظفيها يعني بين اليوم والآخر منهجيتها اللي يعني تمضي بها إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، يتمتع أفراد بالعافية، اللياقة البدنية، القوة اللي تؤثر إيجابيا في جميع أنشطة الحياة، وأيضا من حرصها الشديد على أن تكون نموذج في اللياقة البدنية، تسعى الهيئة جاهدة إلى مشاركة في البطولات الرياضية، المنافسات، المسابقات المتنوعة واللي تشهدها إمارة دبي. شفنا إنجازات كثيرة حققوها يعني بشكل خاص النساء، يعني موظفات هيئة الصحة بدبي شفنا يعني عندنا الحمد لله حققت دكتورة مهيناز حققت المركز الأول في سباق ناس لدرجات الهوائية. هالمرة الهيئة يعني راحت شوية طريق مختلف تماما مع الطبيبة فاطمة السجواني، فاطمة السجواني وفواغي عبد العزيز. هو نشاط يعني ممكن أسميه نشاط رياضي إذا صح التعبير، ولكن يشمل وايد أشياء، منها يعني الوصول إلى أعلى قمة في أوروبا اللي هي قمة شو؟ ألبروس في هذه في روسيا. الهيئة يعني دعمتكم في هذا المجال لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وشعار عام زايد على هذه القمة في تحدي رياضي جديد لموظفي هيئة الصحة بدبي. أنا أبغي أتكلم عن هذا الموضوع. أول شيء أبتدي مع منو؟ خبروني. فاطمة. مع فاطمة. إنزين. ما أبتدي مع فاطمة وما أبتدي معات بعد. أول شيء عرفونا عن أعماركم. أنتوا أطباء في شو اللي تسوونه بالضبط؟ أنا فاطمة سجواني دكتورة أسنان في هيئة الصحة لدبي. وفواقي عبد العزيز بعد طبيبة أسنان في هيئة الصحة. طيب أنا ملاحظ ما شاء الله دكاترة الأسنان هم اللي وايد يهتمون باللياقة، يهتمون بالرياضة، يهتمون بهذه الأمور. الحين فكرة هذه الرحلة وأهدافها اللي أنتوا تبون تسعوا لها خبرونا عنها بشكل عام. أوكي، في البداية نحب نشكر هيئة الصحة على دعمها الكبير يعني والمدير العام لهيئة الصحة، مو بس يعني في الرحلة القادمة بعد في الألعاب الحكومية صحيح اللي سويناها. وحب يعني حبينا نسوي مبادرة أن نصعد على قمة في أوروبا ونرفع علم دولة الإمارات وبمناسبة عام زايد. ممتاز. شو الفكرة يعني القيمة المعنوية مثل وجود مثل هالفكرة، مثلا تحطون شعار دولة الإمارات على أعلى قمة؟ ونحن بدينا أول شيء في الإمارات نتسلق الجبال الهني في موسم الشتاء، كنا نسوي الهايكينج اكتيفيتيز. ممتاز. مع مجموعة ثانية من البنات، فبدت السالفة أن الواحد يبقى أكثر، يبي يوصل أعلى، يبي يحقق أكثر. صحيح. ومع لياقة صارت تزيد مع هالموسم، قررنا في نهاية الموسم فبراير الماضي نتسلق قمة كليمنجارو. رتبنا حقها بروحنا، بدينا نتدرب ونجهز عمرنا واللياقة وكل شيء. ممتاز. فبعد شهر من التدريب وصلنا قمة أعلى قمة في أفريقيا، قمة جبل كليمنجارو. صحيح. وهذه رحلة متعبة. رحلة متعبة تقريبا 9 أيام. 9 أيام. أي مستوى أخذتوا أنتوا فيها؟ أظن فيها مستويات أعلى قمة في أفريقيا أعلى هي أوهورو بيك. أوكي، إنزين ما شاء الله عليكم. الحين وين أصعب، كليمنجارو ولا هذه اللي رايحي لها؟ بالنسبة حق كليمنجارو كانت أعلى 5,900 متر فوق سطح البحر. ألبروس 5,642 متر. بس الفرق إنه في ألبروس تكون تسلق على الثلج، ثلوج، فالثلوج تكون أصعب. في كليمنجارو كان الوضع وايد، الطقس كان والمناخ مناسب أكثر. الحين هذا النشاط أنت يكون غير اعتيادي، يعني أنت تقول نسمع نسوي دراجات كاراتيه بس تسلق جبال شوي نشاط فريد. شو التحضيرات؟ هل تدريباتكم مختلفة؟ في تدريب مثلا على النفس، ممكن على التحمل، وجودكم على المرتفعات، على شو التحضيرات لازم تحضرونها نفسيا وجسديا؟ هو طبعا نفسيا نحتاج قبلها بفترة أن نحضر عمرنا شو بنتوقع هناك على الجبل. صحيح.
أول شيء بالنسبة حق التدريبات تكون تدريبات حق تسلق على الارتفاع عالي وميل الجبل، يعني ميل الجبل بيكون يأثر وايد على عضلات معينة، فالتدريب يكون حسبها. واللياقة لازم واحد يكون فت عشان إنه يتحمل هالكثر مسافات طويلة وحمل على ظهر الشنطة، هاي تكون فيها سبلايز حق أكثر من 12 ساعة. سويتي معاها كلمنجارو فواغي ولا؟ هي معاها سنابات دائما مع بعض. ها ما شاء الله عليكم. فواغي، يعني ما كنت سمعنا ان في دائرة حكومية وكذا قاعدة تدعم هذا النشاط، ابغي اعرف شو الدعم اللي قدمتها لكم هيئة الصحة، شو اللي سوت بالضبط؟ انت ما تبغي ترمسي كلها تشبين على فاطمة. نبغى نسمع صوتك فواغي على الهواء. يلا على كيفكم. ايه والله لنا الشرف صراحة أن نشير علم هيئة الصحة وعلم زايد، عام زايد على قمم العالم السبع، بس صراحة نحن ما توقعنا هالكثر الدعم، وايد يعني شاكرين للدعم من المنظمة الأنشطة الحكومية حمزة ومعالي حميد القطامي. يعني بعد الألعاب الحكومية كان لنا الفرصة أن نطلب، أن نحن أوريدي تسلقنا قمة واحدة والقمة الثانية، فإذا ممكن أي دعم، و الدعم كان كبير وصراحة شاكرين لهم، وشيء وايد حلو. ممتاز. أكيد طبعا يعطينا طبعا كبيرة. إذا متى بيتم هالتسلق؟ متى أنت قلتوا بعدكم ما سلقتوا بتتسلقون، متى التاريخ المحدد حقه؟ تاريخ 3/7 إن شاء الله. 3/7 وبتسافرون قبلها بكم يوم تقعدوا هناك تشوفون الجبل وشي؟ هل شفتوا الجبل قبل ولا بتروحون أول مرة تشوفونه؟ أول مرة. أول مرة تشوفون بتسلقونه؟ انزين هني ابغي اتكلم معاك الحين فواغي، لا تاشرين على فاطمه. لا انزين الحين تجاوبيني، ابغي اعرف شو الاستعدادات اللي لازم تسوينها عشان توصلين الى هذه المرحله. انت كنتي قدام ممكن تطلعين كم تقريبا ارتفاع الجبل؟ ارتفاع الجبل 5642 ما شاء الله. انزين ايه كم يوم وكذا كم يوم تركبون؟ 10 ايام ان شاء الله. طيب خبرين شو الاستعدادات اللي تسوينها، وايضا خبريني عن الانشطه اللي تسوونها في هيئه الصحه بدبي بالنسبه لكم انتم كاعضاء فريق، يعني تدخلون في ان شاء الله الفريق النسائي. ان شاء الله خبريني. بالنسبه للتحضير يكون في الكثير يعني من العاب القوه، العاب التحمل، الجري المسافات طويله. سبحان الله ندى هي الاولى دائما في هالمواضيع. يعني تبي ان تكون يعني as fit as possible فعلا افضل لياقه تكون موجود، طبعا خصوصا النفس القلب وغيره، طبعا وجود ارتفاعات عاليه عباره عن تحدي للنظام القلبي الرئوي. طبعا التحدي الكبير كان اخر مره ان اكسجين، كميه الاكسجين وايد اقل من المستوى الطبيعي احنا عايشين فيه. صحيح كل يوم نمارس في رياضه، الرياضة على هالارتفاع كانت وايد أصعب. شوفي أنا يعني أطلع مثل هذه الرحلات دكتورة، هي في تحدي أكبر بعد أكثر من تين، أنت يعني تنسلخ تماما عن الحياة المدنية. أيوة. ما في تلفون. لا تلفون، لا وسائل راحة، ممكن ينامون يعني سليبينج باج ولا ما في شاور هي. ما في يعني شاور المونتنز، ما في ذئاب على الجبال. هالمرة يمكن ذئاب أو دببة مثلا، حيوانات خطيرة ممكن تكون عايشة على الجبال. صحيح في تنزانيا في كلمنجارو ما كان في غير يعني الحين هو أهلكم لما أنتوا قلتوا لهم بتركبون قمة أعلى جبل، وطبعا بتنقطعون عنهم بالأيام وانتوا على الجبل، شو دعم الدعم الأهل يعني كيف ردت فعلهم؟ والله أنا أمس مخبرة أمي وحصلت في كلمتين خبرتها وايد من وقت أمس قلتي لها بتركبين قمة الجبل. هي حتى أختي أسد تقول لي الحين بتقولين لها بعد ما حجزتي وخلصتي like يعني. والتجربة السابقة اللي كانت لكم لما ركبتوا الجبل شو كان دعم الأهل؟ شو دور دعم الأهل في ممارسة مثل الرياضة الجميلة الفريدة؟ أعتقد أنهم يعني كان في دعم، بس ما كانوا يعني مستوعبين كمية التحدي اللي كان فيها. إلا بعد ما ردينا خبرناهم كل التفاصيل. بالضبط صحيح. واحد ما يتخيل كمية التحدي اللي تكون، لأن الرياضة شوي فريدة مو الكثير يمارسونها. خطيرة في نفس الوقت. بالضبط. أي إصابات تصير على الجبل صعب إنه يكون في مانجمنت. لا بس نحن نبغيكم تاخذون يعني بعضكم من نفسكم. قلت بخذ الدكتورة ندى معاكم حق تحميكم عشان تعالجكم على الجبل. والله أنا خايف عليك مو بعدي. بأخي بيسعفوني أنا مو أنا بتسعفوني. إنزين هني أبغى أتكلم شوية شو
ثقافة السفر والرحلات. يعني دائما نحن متعودين معظم اللي للأسف يعني اللي موجودين عندنا ثقافة السفر والرحلات هذه مفقودة. أنتوا هنا تروحون لرحلة مثل هذه، رحلة تكون قاسية فيها الكثير من الأمور اللي مش متوفرة. تعرفون إحنا عايشين مرفهين الحمد لله بفضل هذه القيادة وهذه الحكومة اللي تسعى دائما أن هي توفر كل سبل للراحة لنا. ولكن أيضا أنتوا يعني قررتمكم أنتوا تروحون بهذه الرحلة القاسية. ثقافة السفر، ثقافة الرحلات هذه، شو الأشياء اللي أنتوا بتأخذونها معاكم بعد هذه السفرة؟ سافرتوا في أكثر من رحلة سابقة، شو الذكريات والممرز اللي أنتوا خزنتوها عندكم والخبرة اللي اكتسبتوها؟ لأن ما قلت شيء دكتورة، هني أنت لما تطلعي مثل هذه الرحلات صدقيني الخبرة الحياتية تنعكس على علاقاتك مع الناس، تنعكس على رؤيتك أصلا للحياة بشكل مختلف. فأبغي أسمع منكم شو اللي استفدتوا من خلال هذه الرحلات. أعتقد حياة البساطة، الجمال في البساطة، خصوصا في يعني آخر مرة يوم صرنا أفريقيا، الشعب بسيط جدا يعني تعرفنا على ثقافتهم وايد. هل تحسوا شخصياتكم ممكن تغيرت؟ مثلا صار عندكم قوة تحمل مثلا أكثر، صبر أكثر، مثلا طولة بال، يعني تغير تشوف شخصية الإنسان لما يمر بهذه التجارب. رحلة لهالمجبل بهالصعوبة والتحدي، يعني الشخص طبيعي ما يرجع نفس ما هو بالضبط، اكيد نيفر كان باك ذا سيم. فتكون عندنا واحد يعرف طاقة تحمله كيف بالضبط، هالموقف يحطك في نيا تكملين يا ترجعين بالضبط. يحتاج سرعة قرار اتوقع، يحتاج حتى صبر وتحمل وايد كبير. خلاص واحد ينسى كلمة انه يستسلم وعزيمة ويحط هدف في باله لازم يوصل له، لانه في وايد ناس يرجعون ترى في النص. هل استوى لكم الموقف مثلا صار لكم موقف صعب حسيتوا انه خلاص انه نبى نرجع ما نبى نكمل؟ والله اخر ألف متر كانت كلها صعبه اخر يوم كان انا اقولها يو كان دو ات، هي تقول لي يو كان دو ات، نكمل خطوتين ونكمل خطوتين ونيلس. طبعا وجود الفريق وايد، وجود الفريق اللي معاك اللي يدعم بعضه اساسي مثل هالمهمات طبعا. والفريق طبعا الفريق اللي كانوا ويانا بالضبط وايد سبيشال بالضبط اكيد. وي ور فاميلي فور فيو دايز يعني للحين. جميل بتواصل. جميل جدا جميل. 10 ايام اكيد انت بتعيش مع فريق كامل. صحيح جميلة. ويقول لك يعني رحلة واحدة تغنيك عن ألف كتاب. بالضبط صحيح 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 صح ولا؟ صح أكيد ياسر. طيب بعد ما تخلصون هاي الرحلة إن شاء الله ترجعوا لنا بالسلامة، بتوقفون ولا في مشاريع ثانية؟ مستحيل خمس قمم باقي على ما شاء الله. أنت صح قلت السبع قمم كلها صحيح، الهدف قمم العالم السبع. جميل ممتاز إن شاء الله. وإن شاء الله منشوف الصور واللقطات ومن تابعكم على طول أول بأول، ليه ما نشوف يعني شعار هيئة الصحة وقبله شعار عام زايد وقبله علم دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله على هذه القمم الخمسة إن شاء الله. والهيئة بتدعمكم في هذا المجال. أنا لو خبرتوني قبل كان جيت وياكم يا تقول باقي خمسة على الخمس قمم الجاية إن شاء الله. لأن في نفس الرحلة رايح شو اسمه مكان ثاني، ولكن إن شاء الله القمة الجاية إن شاء الله. بس أنا لازم أسوي كلمنجارو قبل أول شيء في العيد. في العيد العيد الثاني مرتبين شيء ثاني. لا عموما نحن وايد مستانسين، فخورين فيكم، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وتروحون وترجعون بالسلامة. أهم شيء خبروا أهلكم قبل، لأن دعوات الوالدين وايد ضرورية. ديروا بالكم على أعماركم هناك، وإن شاء الله توصلون إلى القمة هذه. أنا واثق أنكم بتوصلون إن شاء الله، لأن أشوف في عيونكم أن عندكم العزيمة وعندكم الإصرار أنكم أنتم توصلون. شو تبون تقولون كلمة أخيرة؟ في النهاية بغينا نشكر هيئة الصحة دبي على الدعم، ومعالي حميد القطامي للدعم في الألعاب الحكومية والحين في النشاطات الرياضية. شيء حلو إن نلاقي دعم حق الهوايات اللي نحن نحبها، مو بحق هوايات معينة هني صحيح في البلاد كومن. وبغيت نتمنى اللي نسوي بعد يكون مثل حافز حق الأجيال القادمة إن شاء الله القادمة. إن شاء الله خصوصا البنات إن المرأة تقدر يعني تركب قمم الجبال. أكيد صحيح انزين. وعلى نطاق الهيئه يعني كدكاتره شو تبغون تقدمون نصيحه حق الاسنان؟
لا تنسون تفرشون أسنان. لا سولف وياكم اليوم يبيكم كرحالة رحالتين إماراتيتين من هيئة الصحة بدبي. أتمناكم إن شاء الله رحلة سعيدة إن شاء الله وكل التوفيق، وإن شاء الله يا رب يعني ما توقفون عند هذا المكان، لا إن شاء الله توصلون كل القمم، وحتى في المسار الوظيفي إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، كانت معنا دكتورة فاطمة سجواني ودكتورة فواغي عبد العزيز، هم طبيبة دكتورتين أسنان. نعم إنزين، ومعنا بعد دكتورة ندى الملا، إن شاء الله بتروح وياهم ان شاء الله القمة الأخيرة، عشان خلاص انا احط العلم من اخر قمة ان شاء الله. القمة الأخيرة تاخذوا اكثر قمة ها، ناخذ قمة عالية ان شاء الله يا رب. شكرا لك ميرا الغفلي كانت معانا في التنسيق، كل الشكر لمعد هذه الحلقة يوسف سعد، وايضا للمبدع دائما محمد الصفار، من زمان ما كان ويانا لكن الحمد لله رجع البرنامج، موجود معانا على طول ولا على طول ها؟ يلا الله يوفقك يا محمد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الأخرى، فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.